حسين، مثل ما تابعنا بالتقرير عن تقنية الماموجرام، أخذنا صورة بشكل عام عن هي التقنية اللي تستخدم أو ممكن تفحص السيدة فوق 40 سنة من خلال هي التقنية. هي المعلومات وغيرها من المعلومات أيضا رح نتبحر فيها ونعرف التفاصيل الدقيقة منها من ضيفنا لليوم بصباحنا غير، الدكتور نوري المدرس، رئيس الجمعية السورية لأمراض الثدي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. سعد صباحك دكتور. سهلا. يعني نحن بهذا الشهر دائما بتكون في حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالشراكة بين القطاع الصحي والإعلام. خلينا نحكي أولا عن التقرير، كنا عم نسمع تحت الهواء عم تقلنا في بعض الأشياء اللي حابب تعقب عليها، وهي عن الماموجرام وكيفية الكشف وشو أهميته وشو هي استعمالاته، يعني بأي عمر ممكن أنه كمان. هلا الماموجرام هو فحص جيد سهل بسيط غير مؤذي، هذا المفروض ينعمل بشكل عام لكل العالم من بعد 40 كل سنتين مرة. هلا في بعض أشخاص اللي بنعتبرهم سيدات ذات خطر عالي، سيدة ذات خطر عالي كل ما كبرت بالعمر صار خطر عالي، خطر عالي إنه تنصاب بآفة ما منقول سرطانية بس آفة خبيثة يعني ما سليمة. هلأ السيدة الثانية هي اللي بيكون بأصولها وخاصة الأصولها من طرف الأم، يعني وراثيا. ايه وراثيا، يعني الوراثيا بيصير يا مثلا أمها خالتها أختها، هلأ العمة أقل بكثير بس يعني من طرف الأم، اللي بيصير معهم سرطان ثدي أو أي آفة سرطانية بالثدي عم بقول انه بنعمل لها نبدا الصور كل سنه 10 سنين قبل ما تنصاب كان الام او الخاله، او يعني اذا انصابت الام بال50 نحن من ال40 بنبدا فيها ونبدا كل سنه وليس كل سنتين. هلا هي ان السوابق العائليه بس ايام سوابق شخصيه، السيده ايام بيكون في عندها آفات سليمة بس متكررة ومن يعني عمر أصغر شوي، هي كمان من نعتبرها سيدة ذات خطر عالي. يعني سيدة ذات خطر عالي مو أكيد بتنصاب بس منتبه عليها أكثر من غيرها. هلا من الأشخاص الناس اللي من السيدات الخطر العالي هن اللي بياخذوا هرمونات وبكثرة وبدون ضابط او بدون كنترول من طبيب معين. هلا الصاير الموضه هلا انه بعد سن الضهي يعني وقت انقطاع الدوره في ناس كثير بيعاوضوها، هي بسموها المعالجه المعاوضه بالهرمونات، ففي منهم بيروحوا عن طبيب سوي لهم كل الفحوص ومنهم الماموغرافي قبل مشان يشوف اذا ما في اي شغله صغيره، وفي ناس ثانيين بياخذوها لحالهم او بروحوا بيسالوا الصيدلي او بيسالوا رفيقتهم او الى اخره، هاد كمان منتبه عليها اكثر. في هلا الطفل الانبوب كمان تهيئه لطفل الانبوب بيعطوها نوع من اغراق هرموني، فهذا كمان للبعض الناس اللي عندهم استعداد ممكن يكونوا من السيدات ذات الخطر العالي. هلا من الشغلات اللي كمان انتبهت لها انه الماموغرافي طبعا ما بده اي تحضيرات، بس يفضل دائما بسن النشاط الجنسي يعني بين ال 25 لل 50 او ال 45 اللي الدوره عندها لسه موجوده انه نسوي لها الفحص بالاسبوع الاول من الدوره، يعني لانه بالاسبوع الاول من الدوره مثل ما بتعرفوا طبعا انه بيكون الثدي مرن اكثر وما في عنده لا احتقان لا وزمه، فاول كل اريح للسيده وثاني شيء افضل للطبيب اللي عمال يقرا صور. نعم، يعني دكتور هي بما يخص اخذنا هيك معلومات عن الصوره والتهيئه لصوره الماموجرام، خلينا نحكي اكثر تفاصيل عن السيدات اللي هن اصغر من عمر ال40 اللي هن ممكن يخضعوا لفحص ذاتي او ممكن يخضعوا لصوره اخرى غير الماموجرام
وهل إذا اكتشفنا أنه في قصة بحياة هي السيدة أيضا أو بتعاني، ينصح بأنها حتى لو كانت أصغر من 40 أنها تعمل فحص ماموغرام؟ سؤالك حقيقة كثير رائع لسببين. أول كل نحن دائما نطلب الفحص الذاتي، يعني حتى إحصائيا بيقولوا لك أنه 60-70 وحتى أكثر، خاصة عند السيدات اللي عندهم وعي وعندهم التزام بهالموضوع، هنن اللي بيلقطوا الشغلة الصغيرة وهنن اللي بيقدموها للطبيب مشان انه يحلوا لهم اياها. هلا نحن اذا بدك الكشف المبكر او الكشف المبكر، الكشف المبكر هو انه نلقط آفة صغيرة ما تنجز سريريا، يعني انه الكتلة اللي اقل من 1 سنتيمتر. الكشف المبكر الدور الأكبر هو للماموغرافي، وهلأ مثل ما سألتيني على الإيكوغرافي عند الثدي الكثيف. بس التشخيص الباكر يبتدي بالسيدة نفسها، يعني التشخيص الباكر هو وقت اللي منلاقي كتلة بس ما منعرف شو هي، وممكن كثير تكون سليمة، ممكن تكون تكسر، ممكن تكون كيسة قبل ما نوصل للخباثة. فالسيدة وقت اللي بتسوي بتفحص حالها كل شهر مرة عندها قابلية لأنه تلقط شغلات صغيرة قبل ما أنه تكبر وصير 2-3 سنتي. الطريقة الثانية هي كل 6 شهور تروح عند طبيب، وطبيب نفس الطبيب. وهلأ بصير تسأليني أنه مين الطبيب؟ هل طبيب نسائي ولا طبيب جراح ولا طبيب؟ أي طبيب بياخذ الأمور بشكل جدي وبشكل منهجي وبشكل متواصل أنا برأيي أنه تلتزم فيه. فالطبيب بقدر بفحص بطريقة شوي أدق من المريضة اللي أو المريضة السيدة اللي عم تفحص حالها. وقت اللي منلاقي أي شيء ومو ضروري كتلة، أي شيء مثل ما هلا بالتقرير اللي ساووا انه عدم تناظر بالثدي او حصول شيء ما كان موجود، يعني احمرار، انسحاب حلمي، اي شغله من الشهر لشهر لقينا انه صار في اختلاف لازم نروح عند طبيب. هالطبيب اول كل بيقرر انه هي الشغله سليمه ولا ما انا سليمه، او انه ممكن تكون هي من العوارض الطبيعيه عند السيده. فوقت بيلاقي انه في اي اشتباه او شك بيعود بيعمل الصور اللي من مقدمتهم الماموغرافي. هلا الشيء اللي قلتيه كثير كويس، في كثير سيدات وخاصه السيدات الشابات انه بيكون الثدي كثيف، فالثدي الكثيف ممكن انه يحجب كتله صغيره بالثدي بالماموغرافي. لذلك غالبا عند السيدات الصغار او حتى مو كثير صغير انه مثلا يكون كمان الثدي كثيف، لانه في انواع للثدي. الثدي كثيف نبدا دائما بالايكوغرافي، ووقت اللي بنبدا بالماموغرافي نتبعه بايكوغرافي مشان ناخذ فكره. بس مشان اعطيكي فكره انه مجموع المصداقيه تبع الماموغرافي عند كل الناس بما فيهم الثدي الكثيف عم بتوصل لحدود 70%. إذا جمعنا الماموغرافي زائد الإيكوغرافي عم بيعطي لحدود 80% و85%. هلا في بعض حالات منلاقي إنه التنتين عطوا اشتباه بدون تأكد 100%، نلجأ لشغلة صغيرة وبسيطة وسهلة وصارت هلا بكل المراكز ممكن تساويها، اللي هي الخزعة الموجهة. الخزعة الموجهة هي إبرة ناعمة بتخدير موضعي وما بتتضايق أبدا، ضمن يا الماموغرافي يا الإيكوغرافي، يعني بنشوف وين الكتلة بالضبط وبندخل على الكتلة بالضبط وناخذ منها نسيج، هالنسيج بيعطينا لحدود 100%. يعني دكتور هلأ عم نشوف يعني حملات التوعية الماموغرافي صار
مجانا بالمراكز الصحية، هل عم تلحظوا اقبال من السيدات؟ صار في اكثر اقبال، اكثر وعي للكشف المبكر عن السرطان؟ وهل في تزايد بالاحصائيات عم تشوفوا؟ يعني نحن بالفترة الأخيرة صرنا نشوف سرطان الثدي هو مرض يمكن الشفاء منه، ما عاد مرض مميت. هلا انت سالتيني ثلاث اسئله تماما، بدي اخذهم وحده وحده. اول كل صار في عندنا توعيه، وتوعيه جيده جدا بين السنه الماضيه والسنه، اذا بدك السنه الماضيه كانت اول حمله على مجال القطر كله، وهلا هالحمله كمان على مجال سوريا كلها. فالمره الماضيه جرى تصوير 35,000 بشهر واحد، 35,000 سيدة، وطلعت إحصائيات، وإحصائياتنا مشابهة للإحصائيات الدولية. وحتى بس بقولكم بين قوسين إنه سوريا هي من الدول الوحيدة اللي عمال تساوي هالحملات. هلا مثلا بأوروبا وفرنسا وغيرها كلهم بيطلبوا إنه يساووها، بس الطبيب بده يشوفها، والطبيب اللي بده يبعثها مشان شغلة مادية انه التأمين الطبي هو اللي يدفع. هون كل سيدة بتلاقي حالة انه لازم تساوي ماموغرافية، عم تساوي لها ماموغرافية، او المراكز كلها عم تساوي لها ماموغرافية. والماموغرافية اللي عم تساوي هون بشكل كتير منهجي وكتير دقيق، يعني طلب الصورة ناخد كل هالامور اللي هلأ حكيتها، قصة انه هل هي سيدة ذات خطر عالي ولا سيدة من بدون خطر عالي، ونعرف انه شو في عندها وعاداتها، انه اذا بتاخد ادوية، اذا بتاخد هرمونات خاصة الاستروجين. فصار حتى مو بس عم نساوي كشف مبكر، انما عم نحاول نتعرف على شخصية الورم بسوريا، لانه كل ورم باي بلد في له يعني مميزات تختلف عن بقية البلاد الثانية. السؤال اللي قلتيه وكثير كثير رائع هو انه لاحظنا انه اول كل صار في ناس كثير يجوا ويحكوا، خاصة الناس اللي في عندهم مثل انه ما تذكر المرض بيصير او شيء، صاروا يجوا وصاروا يصوروا، وصار حتى يعني من أول الحملة ولآخرة دائما في موجود ناس كثير عمال يطلبوا. الشغلة الثانية علمية إنه لاحظنا بهالسنة صار في قطر الكتلة اللي عمال نشوفها أقل بكثير. كان أول نشوف المتوسط للكتلة بحدود 2-2.5 سنتي، هلأ نشوفها 1.5 سنتي. فهي لحالة يعني شغلة كتير رائعة، انه كل ما نزلنا من اكتشاف الكتلة باقل من 1 سنتيمتر، كل ما كان نسبة الشفاء افضل وافضل بكتير. الشيء اللي كمان عم تقولي انه عم نلاحظ انه في كترة وصار في زيادة. انا بقدر بقلك انه زيادة، في زيادة حقيقية بس في زيادة كاذبة. الزيادة الحقيقية صح في العوامل البيئية، في عوامل الهرمونات، في عوامل كذا، كلها عمال تزيد. هلا الشغلة الثانية اللي عم نقول زيادة هي زيادة الوعي. كان أول الوحدة ما تصور، فما نقدر نكتشفها إلا بحالات كثير متأخرة، فينزل نسبة الشفاء. هلا عمال يجوا ناس كثير، هلا عمال نصور حتى مثل ما تفضلتي إنه أعمار أصغر كمان، هدول من السيدات اللي عندهم سوابق عائلية، صرنا نأخذهم بالثلاثين بالخمسة وثلاثين، وأيام حتى إذا في نوع من أنواع الأورام اسمه الورم العائلي اللي بيصيب، ودائما بيصيب الست بعمر معين يعني، بس ضمن عيال ونسبته كتير كتير قليلة. هذا اللي عنده استعداد أو عنده هل الورم العائلي منتبه عليها من بكير كثير، من 20-25-30 بحسب الحالة. نعم، يعني دكتور حكيت من خلال حديثك عن نوع السرطان أو نوع الكتلة اللي ممكن تنوجد، وخصوصا قلت في أنواع
موجودة بسوريا ممكن ما تكون موجودة صحيح. بأماكن تانية، وهذا ربطناه بعوامل كتير من البيئة، من طبيعة خلينا نقول المكان يمكن، أو حتى المورثات اللي موجودة بشكل عام عنا كسوريين يمكن. خلينا نحكي شوي كجمعية سورية لأمراض السرطان الثدي، خلال دراساتكم سنوات طويلة أكيد درتوا تتبحروا بهذا الموضوع وتعملوا دراسات عليه. نحن بدينا الحملات بس على نطاق ضيق شوي من 2006، وكنا نعملها مرتين بالسنة. المرة الأولى هي على عيد الأم بآذار، نعتبرها نوع من هدية لكل للأمهات، والثانية على أساس بتشرين الأول. وتشرين الأول هو الشهر العالمي اللي أنتوا عم تقولوا عليه شهر الوردي، هو لمكافحة سرطان الثدي والتوعية منه. هلأ نحن بسوريا سوينا توعية وكشف مبكر يعني، وهذا شغلي يعني تشكر إلى الناس اللي نظموا هالأمور، لأنه كتير رائع أنه نمشي التنتين مع بعضها، أنه تعملي توعية وتروح تطلبي من المريضة أنه تدفع مبالغ كبيرة مشان أنه تصور، وهي بتعرف أنه يمكن ما يكون فيها شيء. تماما. لذلك نحن وقت عم نمشيهم تنتين مع بعضهم ثالث شيء. أنا قبل ما أبدأ لك على فكرة الجمعية راح أقول لك شغلة علمية كثير. من شهر كنا عم نحكي على البيولوجي موليكولير، يعني شغلات الجينية اللي هي بتأثر على الجسم والخلية اللي بتعمل سرطان أو ما بتعمل سرطان. فلاحظوا أنه في كثير عوامل جينية، وهالعوامل الجينية هي اللي بتساعد السرطان أنه يظهر، لأنه السرطان مثل ما بتعرفوا هو خلل بالخلية، فالخلل بالخلية سببه جينات. فهلا عم بندرسوا شو نوعية الجينات اللي ممكن إنه تأثر على سرطان الثدي بالذات، وإنه شو إمكانية إنه نوقفها. يعني العملية اللي عمها تمشي مثلا بهال بالدائرة، إنه هلا نرجع بالدائرة بالعكس مشان نروح كل العوامل اللي عمها تخلي الخلية إنه تشز، تصير شاذة. فصار عمان ثاني، وحتى هلا بقدر بقول لكم مثل إعلان إنه بسوريا صار نقدر نساوي هذول اللي بيسموه الجينات المؤهبة لسرطان الثدي، اللي هن اسمهم بركة واحد بركة تو. كان نبعتهم أول لمناطق بعيدة، هلا صارت عم تصير بسوريا مؤسسة يعني حكومية. نعم. ما رأيك مشان ما يقولوا يعني. فالشيء اللي تي كثير مزبوط هلأ بكل العالم مو عنا بسوريا، إنه سرطان الثدي، إذا عم نحكي عن سرطان الثدي، هو 30 نوع من سرطان الثدي اللي كلهم موجودين بالثدي. يعني مثل ما بتعرفوا إنه الثدي مؤلف من عدة خلايا، في الخلايا الغدية اللي هي أكثر شيء بتساوي سرطان الثدي، وأنواع مختلفة. الأنواع تبعيتها ممكن يكون كتير شرسة وسريعة الانقسام، وفي منهم بطيئين وانقسامهم أقل. كمان كل وحدة في لها نوع من أنواع المعالجة، في منهم بتأثروا بالهرمونات، في منهم ما بتأثروا بالهرمونات، كمان هي بتأثر بالمعالجة تبعيتها. هلا غير الخلايا الغدية، في الخلايا الليفية اللي بتعمل شكل الثدي، في عنا خلايا شحمية، حتى خلايا اللي تحت الجلد ممكن انه، بس يعني هذا كله نظريا، بس اللي اكثر هو عم يصير غدية. في تميز مثل بإحدى المحاضرات كتبت انه كل سيدة هي شخص متميز لحاله. أكيد هذا يعني يمكن دكتور عنوان دائما منردده، أنه المرأة قوية وقادرة أنه تنتصر حتى على السرطان. نحن بدنا بختام، خلص وقتنا بختام هيك محسنة معك، هو موضوع كبير بده أكثر من يمكن مقابلة خلينا نقول. أكيد بنتمنى لك التوفيق والجهود، يعني الجهود اللي عم تبذلوها كتير كبيرة وكتير عظيمة، ومتشكركم على هاي الحملة التوعوية.
نحن مساويين مثل بروشورات عم نوزعهم لكل العالم، فأنا نعم. بتمنى أنه تقبلوها هون، بتلاقي أكيد. كل الشغلات اللي أكيد. اللي كل المعلومات سألتوها بشكل كثير ذكي موجودة فيها. أكيد شكراً لك. إن شاء الله أنه بنقدر نوصل المعلومة ونخدم هالسيدات. أكيد شكراً لك دكتور. أكيد خلال هذا الشهر حيكون عنا كثير محطات من التوعية وأيضاً الدعوة لكل السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي. شكراً لك. أحلى سلام. شكراً دكتور لك.